أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن فتح باب التقدم للمنافسة على نيل جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها العاشرة للعام 2018، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم المشروعات والبرامج الرائدة على الصعيد الدولي في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في توفير التعليم للجميع انسجاما مع أحد أهم أهداف اليونسكو، وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع من خلال المنظومات الإلكترونية. في هذا الصدد أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن استمرار منظمة اليونسكو في احتضان هذه الجائزة الدولية للدورة العاشرة على التوالي هو انعكاس لما حققته من نجاحات متميزة منذ إنشائها برعاية ملكية سامية من جلالة الملك المفدى في عام 2005 على صعيد تحقيق الأهداف الإنسانية لليونسكو، مشيرا إلى ما شهدته الجائزة منذ انطلاقها من إقبال دولي كبير من الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي نفذت مشروعات مبتكرة في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم. هذا وتدعو اليونسكو الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية للتوجه إلى اللجان الوطنية لليونسكو في بلدانهم أو للمنظمات غير الحكومية التي ترتبط بشراكة رسمية مع اليونسكو للاستفسار عن أي معلومات بهذا الشأن وتعبئة نموذج التقديم الإلكتروني، وتقدم الطلبات والترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية عبر منصة الترشيح الإلكترونية في موعد أقصاه 31 من أكتوبر 2018.